مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. كيف ما كنعرفوا في العرف والتقاليد ديالنا ان الرجل هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال البيت ديالو، ولكن كاين بعض الرجال اللي ممكن يتشرطوا على النساء ديالهم باش يتقاسموا معاهم المصاريف. لذلك نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا السيدات، واش تقبلي بالراجل يتشرط عليك في المصاريف ديال الدار؟ اجيو نشوفوا الاجوبه ورجعوا لكم. انا ما عنديش مشكل بالنسبه انني نتعاون مع الراجل زعما على دوير الزمان، حيت هو ماشي الزواج مبني على المصلحه ديال المراه، يعني تبقى معتمده كليا على الراجل اللي يصرف عليها ويدير ليها، خاصهم يتقاسموا ما بيناتهم. كشرط اساسي مهم التعاون وما فيهاش مشكل عندي، انا لا ما عنديش مشكل. انا كنت خدامه هو خدام، ممكن تشارك انا وياه بالنص بالنص، علاش كمل معاه بالنص بالنص؟ لا ماشي مشكل. في الاول غيشرطوا عليا غنوافق لي في الاول، شرطوا عليا غنوافق معاه نكمل معاه حتى الاخر، تفاهمنا بقينا غاديين كما تفاهمناش النص ديالو والنص ديالي وغاديين. اها نقبل انه الزواج هو كلشي، يعني حياه هذيك، يعني خصنا نتشاركوا كلشي في الحياه، ولكن الا كان شي واحد يستاهل ما عنديش اشكال. الا كانت الامكانيات الماديه وكان كلشي ما عندي اشكال، نقدر نوافق الا كنت خدامه، اما الا كنت ربات بيت ما نوافقش. إذا كنت خدامة ماشي نقدر نعاون في شي حاجة تكون قليلة، فحال دابا الما والضو، نتقدى شي حاجة، أما بالنسبة للكرا وداكشي ما داكشي مسؤولية ديالو هو. لا 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 ما نقبلوش ما نقبلوش. لا ما نقبلش ما نقبلش، ما فيها بس يعني شوية نتعاونوا شوية هكا، أما باش النص بالنص لا يكتب عليه الزوج لا. ماشي مشكل، يعني ابدا مولات مساواه بين الرجل والمراه ولا كلشي كيتقاسموا اي حاجه فيها، بس يعني مشاركين حياتنا، يعني نشاركوا اي حاجه، يعني نص بالنص اي حاجه نعيشوها بجوج. انا بالنسبه لي ما نقبلش، لان الراجل يعني هو اللي خصو يكون يعني هو اللي خصو يقوم بالمراه، دونك جات حشومه انه يتسرط على البنت باش انا تزوج بيه. دونك هو يعني لما عندوش ما عندوش اش انه اصلا ديجا لما عندوش ديجا الفلوس ما عندوش اش انه يخطبها ويمشي يبدا يتسرط عليها. صراحه الله انا ما بغيتش سيدي، الا كان من ديبار غيشرط عليا انني نخدم، يعني نورمالمون الخدمه خصني نخدمها وانا مرتاحه، يعني ملي غيشرط عليا اذا اجباري، نهار اللي غنبغي نجلس ولا نرتاح ولا هذا غنكون ديجا راني مشروطه. يعني يقول لك انا في الاولى بنت الناس حكمت علي شرطت عليك انك تخدمي وكذا وهذا، يعني علاش باغا تجلسي وحنا خصنا نتعاونوا خصنا كذا وهذا. يعني من ديبار خص ديك الخدمه نكون انا مرتاحه نخدمها، يعني خدامها غير فوق بحال نقولوا فوق الشبعه، ماشي اجباري عليا. ممكن في الاول، ولكن نهار نبغي نجلس غنشرط عليه انا عاوتاني، نهار نبغي نجلس غنجلس، وتا انا غنشرط انني نهار نبغي نجلس غنجلس، يعني ما نكونش اجباري عليا نولي ندبر منين نصرف عليه تا انا ولا هذا. يعني ها انا في الاول ملي كنتخلص ماشي مشكل نتقاسموا هانيه، كي نهار نبغي نجلس ما تجبرنيش انني نجلس. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، كيف ما شفنا ان الاراء كتختلف، فبعض السيدات قالوا انه ممكن يعاونوا الرجال ديالهم ويقبلوا بالشروط ديالهم، وكاينين بعض السيدات قالوا انهم ما يمكنش يعاونوا الرجال ديالهم لان الرجل اللي كيبقى مسؤول على البيت ديالو. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لكم.